طاب توقيتكم مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، والبداية بأبرز العناوين. سفارة اليمن في بولندا تدعو اليمنيين لمغادرة أوكرانيا، وتحذيرات أممية من آثار إنسانية كارثية على اليمن جراء الحرب. لقاء لأبناء حضرموت يدرس الخطوات التصاعدية للهبة الحضرمية في سبيل انتزاع حقوق حضرموت. وبدعم من دولة الإمارات، المقاومة الوطنية تواصل العمل في مشروع إنارة شوارع المخا. دعت سفارة اليمن في بولندا اليمنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها حرصا على سلامتهم بسبب الحرب التي شنتها روسيا على كييف، داعية إياهم إلى تسجيل بياناتهم في استمارة مخصصة لذلك نشرتها على موقعها الرسمي. وقالت السفارة إن المعابر الحدودية بين بولندا وأوكرانيا مفتوحة لمواطني الدول الثالثة ومنها اليمن بشرط وجود جواز سفر وإقامة في أوكرانيا. وأوضحت أن طالبي المغادرة سيبقون في مراكز الإيواء الحدودية على أن يغادروها في غضون 15 يوما إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي عبر المطار. قالت الأمم المتحدة إن النقص الحاد في تمويل العمليات الإنسانية في اليمن يهدد تدفق المساعدات، داعية إلى تمويل عاجل يمنع تقليص برامج المساعدات الرئيسية للأمم المتحدة في وقت تشير معلومات إلى أن الحرب في أوكرانيا تهدد الوضع الإنساني في اليمن نتيجة اعتماد البلاد على استيراد القمح منها. تمضي معاناة اليمنيين نحو مزيد من التفاقم، وتشكو المنظمات الدولية من نقص التمويل والآثار المترتبة على توقف صادرات القمح الأوكراني إلى اليمن. يقول برنامج الغذاء العالمي إنه يحصل على نصف طلباته من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، ومع اندلاع الحرب هناك يحذر من زيادة أسعار الوقود والغذاء في اليمن، من ما يجعل أكثر من نصف البلاد في حاجة إلى مساعدة غذائية. يكرر البرنامج دعوته إلى الدول المانحة للتمويل العاجل. تحتاج المنظمات الدولية بحسب تقاريرها إلى 800 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة لتقديم المساعدات الكاملة إلى 13 مليون شخص، وتحذر من احتمالية فقدان 11 مليونا من اليمنيين للمساعدات الغذائية ووقوعهم في خط المجاعة إذ لم تمول برامج الإغاثة لفترة الستة الأشهر المقبلة. تصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بالخطير بسبب حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتدعو المانحين إلى التعهد بسخاء في المؤتمر رفيع المستوى الذي يعقد من أجل اليمن في 16 من شهر مارس باستضافة مشتركة من الأمم المتحدة والسويد وسويسرا، وللالتزام بتقديم التمويل قبل مؤتمر التعهدات لتجنب حدوث اضطرابات كبيرة في العمليات الإنسانية. تتحدث المنظمة عن استمرار تأثير الصراع وعن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مشيرة إلى نزوح أكثر من 23 ألف شخص منذ بداية العام الجاري، وقالت إنهم ينضمون إلى أكثر من 4 ملايين رجل وامرأة وطفل نزحوا في أنحاء اليمن منذ انقلاب الميليشيات الحوثية. شنت وحدة المدفعية التابعة للقوات الجنوبية بجبهة شمال غرب الضالع قصفا مكثفا استهدفت فيه مواقع تمركز ميليشيات الحوثي شمال شرقي مديرية الحشا. وقالت المصادر إن القصف تركز في استهدافه على مواقع تمركز الميليشيات في مناطق الضفير وأسفل جبل المصيوح في الثوخب، ردا على قصف حوثي عشوائي من تلك المواقع باتجاه بلدتي المشاريح والمرياح الآهلة بالسكان. يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الاثنين على اقتراح قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على ميليشيات الحوثي. وقدمت دولة الإمارات الطلب بعد أن تبنت الميليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري. وسيوسع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الميليشيات ليشمل الميليشيات بأكملها.
عقدت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام لقاء تشاوريا جمع أبناء محافظة حضرموت تحت عنوان حان الوفاء لحضرموت، وتدارس اللقاء الخطوات التصعيدية التي ستقدم عليها الهبة الحضرمية للتخفيف من معاناة المواطنين. في مشهد اتسم بالشفافية والوضوح في تقييم ما مضى من تصعيد هنا في منطقة الردود بوادي حضرموت، اجتمع الحضارمة للتشاور وتدارس ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، أوضاع ساءت ومن لها غير رجال الهبة الحضرمية لإصلاحها. فمن هذا اليوم نعلنها سيكون تصعيد قوي، تصعيد جهز أركان السلطة، جهز أركان الحكومة الفنادق، ولن نترايع إلا بحقوقنا الكاملة. ما عندنا بيان ختامي إلا التصعيد الآن على أرض الواقع، يكفي من كلام في أوراق وفي هذا، لكن الآن نبغى بيان تصعيد، وهو التصعيد الآن اللي هو على الواقع. جموع وفية لم تدع فرصة لصوت النشاز، وبلغة قاطعة وحازمة رفضت آلية إعلان وزير الداخلية للتجنيد وإيقافه دفعة كلية الشرطة بحضرموت، وانتفضت برد الصاع صاعين للانتهاكات التي ارتكبتها المنطقة الأولى. أنا أحس بالسعادة جدا أنه حاجة كنت أطالب بها ذاك اليوم الآن أراها مطالبة شعبية على أرض الواقع. نحن من خلال هذا اللقاء نرسل رسالة بتآزرنا الكامل مع أخواننا وأهلنا أبناء حضرموت لتحقيق مطالب مخرجات حرو، والتي تتمثل بال 26 مطلب الذي أوجدتها هذه اللجنة المباركة. بالنسبة للقاء كان لقاء إيجابي، والمداخلات التي طرحت في اللقاء كانت ممتازة، وكلها تصب من أجل توحيد كلمة أبناء حضرموت. هبة سعيرها مشتعل ولن يتوقف حتى استعادة الحقوق كاملة، حقوق تتطلب نوايا صادقة وجادة من الجميع وترجمة على أرض الواقع لمواجهة الفساد وإيقاف منابعه حتى يتحقق النصر الأكبر. محمد بحفين، الغد المشرق، من منطقة الردود، تريم. وينضم إلينا عبر الهاتف من المكلا أسامة بن فايض، رئيس اللجنة الإعلامية للجنة مخرجات لقاء حضرموت العام. مساء الخير سيد أسامة. إذا في البداية، ما هي مخرجات اللقاء التشاوري الذي عقد في منطقة الردود مؤخرا؟ بداية أسعد الله مساءكم بكل خير أنتم وجميع مشاهدي قناة الغد المشرق. بالأمس شهدنا جميعا اللقاء التشاوري الذي دعت له قيادة الهبة الحضرمية ممثلة في الرئيس لجنة تنفيذ المخرجات لقاء حضرموت العام قائد الهبة الحضرمية الشيخ حسن بن سعيد الجابري والصادقين إلى جواره في لجنة تنفيذ المخرجات لقاء حضرموت العام. هذا اللقاء التشاور الذي حضره الشيوخ والمناصب والمقادم أيضا والأعيان والشخصيات الاجتماعية والنخب الأكاديمية وجميع أبناء حضرموت، هناك مجموعة مخرجات تمثلت جميعها في الاستمرار التصعيد لانتزاع الحبوب الحضرمية. هناك 10 نقاط أجمع عليها الحاضرون في هذا اللقاء المثمر الذي نحن نعتبره لقاء هام جدا، شمل عنوان واضح، وكان اللقاء تحت عنوان واضح هو حان الوفاء لحضرموت. الهبة الحضرمية منذ انطلاقها في 26 أكتوبر منذ لحظة لقاء حضرموت العام حتى 26 نوفمبر بعد إعطاء المهلة حوالي 30 يوم، هذا اللقاء لقاء التشاوري أمس من أبرز النقاط التي خرج به اللقاء التشاوري هو تأكيد الحاضرون جميعا على سرعة خروج قوات المنطقة العسكرية الأولى من مناطق وادي حضرموت بصورة عاجلة مع سيطرة أبناء حضرموت على مناطق الوادي امتدادا للساحل حضرموت امتدادا لقوات النخبة الحضرمية. أيضا من ضمن النقاط المتفق عليها أمس مخرجات اللي أمس تفعيل الآلية الصحيحة المتفق عليها بخصوص قرار تجنيد 3000 مقاتل من أبناء وادي حضرموت
هذه هذا القرار الذي يتلاعب به وزير الداخلية عبر تجنيده وبدء التجنيد بطريقة حزبية للأسف، ولهذا الانتهاك الذي اعتبرته جادة الهبة الحضرمية يعني طعن في الهبة الحضرمية وطعن في جميع أبناء حضرموت. أيضا من ضمن المخرجات التي أكد بها اللقاء هو رفض المجتمعون الانتهاكات التي تمارسها قوات المنطقة العسكرية الأولى، لا سيما ما شهدناه مؤخرا في مليونية سيئون التي دعت لها قيادة المجلس الانتقال الجنوبي، والتي كانت داعمة للهبة الحضرمية وداعمة للتصعيد الحضرمي الذي تشهده محافظة حضرموت. أيضا هذه النقطة بالتحديد يعني أدان الحاضرون هذه الانتهاكات واستخدام القوة المفرطة من قبل هذه القوة قوات المنطقة العسكرية. أيضا من ضمن المخرجات هو التأكيد على شرعية الهبة الحضرمية. نحن رأينا من هنا وهناك من يحاول أن يركب موجة الهبة الحضرمية، من يحاول أن يسقط شرعية الهبة الحضرمية هي من لجنة تنفيذ المخرجات لجاء حضرموت العام. أيضا استمرار تصعيد بالزخم جماهيري واسع النقاط. من ضمن المخرجات أيضا التأكيد على حصة النفط أنها لا تقل عن 50%. بالأمس الحكومة أضافت 5%، لكن أبناء حضرموت يرفضون هذا الأمر. اليوم حضرموت للأسف بها العديد من الأزمات، وهي غنية بالثروات وغنية بالنفط والموارد التي تمكنها من انتشال نفسها من هذا الوحل الأزمات للأسف. أيضا أبناء حضرموت طيب سيد أسامة، في هذا اللقاء الأخير نعم أعلنتم أو أعلنت اللجنة التنفيذية كذلك عن رفضها آلية إعلان وزير الداخلية للتجنيد وإيقافه دفعة كلية الشرطة بحضرموت، فكيف سيكون هذا الرفض؟ طبعا ردنا على وزير الداخلية كان رد واضح عبر لسان حال قائد الهبة الحضرمية الشيخ حسن الجابري، الذي أكد رفضه لهذه الخطوات التي أو هذه الخروجات التي يرتكبها رئيس الوزراء ضد حضرموت بالكامل. بالأمس يقول أن دفعة السنوية من كلية الشرطة يجب أن تتوقف بدون توضيح للأمر، برغم أنها هذه القوة تتدرب وكلية الشرطة هي منجز حضرمي وصرح تدريبي كبير لحضرموت. ايضا بالنسبه لآلية التجنيد للاسف غير واضحه ومبهمه، وللاسف لا تخدم الامن والاستقرار في حضرموت. قياده الهبة الحضرمية حذرت من هذا الامر، وحذرت وزير الداخليه انه لابد ان يتراجع عن قرارات ما لم يغادر من اراضينا بصوره نهائيه. طيب سيد أسامة، كنا نتحدث عن الخطوات التصعيدية والتي ستستعيدون بها حقوق حضرموت المنهوبة من قبل قوى الفساد التي سيطرت على حضرموت وخيراتها لفترة طويلة من الزمن، فما هي هذه الخطوات التصعيدية؟ بالنسبة للخطوات التصعيدية، هو جهات الهبة الحضرمية أمهلت الجهات المعنية مهلة في عملية التعاون وعملية التجاوب مع مطالب أبناء حضرموت، لكن رأينا أنه لا يوجد هناك جدية من قبل الحكومة والشرعية تجاه المطالب الحضرمية. كوننا نحن اليوم نتعامل مع مافيا فساد، هذا الفساد المستشري لحضرموت ولكل المحافظات للأسف. قيادة الهبة الحضرمية يعني جددت التصعيد وأنها مستمرة في تصعيدها، وأنها ستتخذ خطوات تصعيدية أكبر من الماضي، وهذا ما أكده اللقاء الذي أتى تحت عنوان حان الوفاء لحضرموت. المرحلة السلمية اللي ربما تنتهي في أي لحظة من اللحظات لطالما لم تأتي حقوق حضرموت بطرق سلمية، والطرق المشروعة الذي كان من الأحرى أن تتجاوب الحكومة بصورة سريعة لهذه الهبة الحضرمية المباركة، بدلا من محاولة التلاعب من هنا وهناك أو محاولة تفرقة هذه الهبة الحضرمية. أبناء حضرموت بالأمس جدد التفويض مثل ما أكدت في سير حديثي أنهم متمسكين بالهبة الحضرمية، وأن النجاح هذه الهبة يعتبر نجاح لكل حضرمي في حضرموت، ونجاح أيضا واستعادة الحقوق الحضرمية هي بداية لاستعادة الحق الجنوبي بشكل عام. أمس من ضمن النقاط التي أتينا بها في لقاء التشاوري هو نقل مكاتب شركات نفطية من العاصمة اليمنية صنعاء إلى مدينة المكلا،
أيضا هناك أكثر ما أكدت عليه القيادة هو ضرورة التمسك بالمطالب من قبل أبناء حضرموت ووقوفهم خلف قيادة الهبة الحضرمية. هناك مصفوفة مطالب موجودة لدى قيادة الهبة الحضرمية سنضعها على طاولة الحكومة في حالة قدومها، وهي حسب ما وصلنا مؤخرا أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستكون موجودة في حضرموت للجلوس مع قيادة الهبة الحضرمية. الشيخ حسن الجابري أمس أعلن أنه قبل الجلوس أرسل رسالة لرئيس الوزراء مفادها أنه أين تذهب ثروات حضرموت، مطالبا إياه بإحضار كشف تفصيلي توضيحي عن أين تذهب هذه العائدات، عائدات النفط، وأين تذهب هذه الثروات ومن يستفيد منها، سواء كانت الثروات التي تذهب إلى الحكومة أو إلى السلطة المحلية من هذه العائدات. نحن نعلم أن الطريق ليس مفروشا بالورد وأن هناك عراقيل ومصاعب ستواجهنا وستعترض خط سيرا، لكن نحن لدينا قضية حقوقية، لدينا هدف، لدينا مبدأ نمشي عليه، لن نخلفه أبدا. أمال الحضارم كبيرة بهذه الهبة الحضرمية، لن نخيب هذه الأمال، ونحن متأكدين ومتيقنين بأننا سنصل إلى بر الأمان وإلى بر السلام، إلى بر استعادة الحقوق الحضرمية. أيضا أبرز نقطة هي يعني تمثلت في لقاء أمس أنه ستأتي الحقوق، الجميع أجمع أنه الحقوق الحضرمية يعني ستأتي من لحظة خطوة واحدة، هي لحظة خروج المنطقة العسكرية الأولى، بعدها ستأتي الحقوق هذه القوات التي لم تخدم حضرموت أبدا طيلة السنوات الماضية. الجميع أجمع أن خروج هذه القوات يعني استعادة الحقوق كاملة. نعم، شكرا جزيلا لك سيد أسامة. كان معنا عبر الهاتف من المكلا أسامة بن فايض، رئيس اللجنة الإعلامية للجنة مخرجات لقاء حضرموت العام. وضع محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني حجر الأساس لثلاثة مشاريع في القطاع الرياضي بالمكلا، حيث وضع المحافظ حجر الأساس لمشروع تعشيب ملعب نادي التضامن الرياضي الثقافي، بالإضافة لمشروعي استكمال منشأة نادي الشعب الثقافي الرياضي وتعشيب ملعب نادي الشعب. كما وضع المحافظ حجر الأساس لمشروع تعشيب ملعب نادي المكلا الرياضي الثقافي. تواصل الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية بوتيرة عالية العمل في مشروع تركيبة إنارة الشوارع الرئيسية بالطاقة الشمسية، وذلك بمديرية المخا في الساحل الغربي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. تنفيذا لتوجيهات قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح، تتواصل بوتيرة عالية أعمال مشروع تركيب إنارة الشوارع الرئيسية بالطاقة الشمسية في مديرية المخا بدعم إماراتي. المشرفون على المشروع أكدوا أن عملية حفر القواعد وكذلك وضع الخرسانات لتركيب أعمدة الإنارة متواصلة وفق أحدث المقاييس والمواصفات، مشيرين إلى أن المشروع يجسد مدى اهتمام المقاومة الوطنية في دعم جهود السلطة المحلية في المجالات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها إنارة مختلف شوارع المديرية بالطاقة الشمسية المتجددة والتي ستشمل الشارع العام والشوارع الفرعية من خلال تركيب وتشغيل 70 عمود إنارة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت في وقت سابق نحو 70 عمود إنارة مع ملحقاتها للسلطة المحلية في المديرية، وذلك بهدف إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية للتغلب على مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وضمان تشغيل الإنارات الليلية بشكل منتظم. وعلى مدى السنوات الست الماضية ومنذ تحريرها في يناير من عام 2017، تحولت مدينة المخا إلى ورشة عمل في مختلف المجالات التنموية في ظل الأمن والاستقرار الذين تنعم بهما المديرية وحققتهما القوات المشتركة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ثانوية عدن النموذجية للبنات تنظم طبقا خيريا لصالح أطفال مرضى السرطان.
من جديد أهلا بكم. أكد محافظ عدن أحمد لملس أن التعليم ركيزة أساسية للبناء والتنمية، مشددا على أهمية التكاتف لتصحيح مسار العملية التعليمية. وخلال اجتماعه مع مدراء العموم في المديريات ومدير عام مكتب التربية في عدن ومدراء مكاتب التربية، وجه المحافظ بتوقيف أي ترخيص لفتح مدارس خاصة بالوقت الحالي، مشيرا إلى تقييم المدارس التي فتحت، إضافة إلى ضرورة عملية التغيير والتدوير. نظمت ثانوية عدن النموذجية للبنات طبقا خيريا دعما لمحاربي مرض السرطان من الأطفال بحضور مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المنصورة وعدد من التربويين. تحت شعار جرعة أمل تساوي جرعة كيماوي، شعار أقامت به ثانوية عدن النموذجية للبنات طبقها الخيري العاشر لصالح أطفال مرضى السرطان. ما يميز هذا الطبق عن بقية الأطباق أنه كافة طالبات الثانوية هم من أسهموا في عمل هذا الطبق، يختلف عن كل الأطباق السنوات السابقة لأنه كل سنة كانوا يتكفل في بوه يا أما شعبة دراسية أو مرحلة دراسية، ولكن هذا الذي يميزه أنه كافة طالبات الثانوية أسهموا في إحياء هذا الطبق واختاروا له عنوان جرعة أمل تساوي جرعة كيماوي لمحاربي السرطان. مدارس المديرية مفتوحة لمثل هذه الأعمال الخيرية التي تدعم أو نرسخ المبالغ هذه لمرضى السرطان الذي يحتاجوا كل الدعم والرعاية والاهتمام من الجهات المسؤولة أيضا، ونحن كإدارة التربية والتعليم نسمح لكل من يشارك ويساهم ويتفاعل بمثل هذه الأعمال. فعاليات الطبق الخيري تخللها فقرات مصاحبة، منها سكتش مسرحي جسد فيه الطالبات معاناة مرضى السرطان، إلى جانب ذلك عرض مشغولاتهم اليدوية ومعرضا للصور. طبعا هذا الطبق الخيري الأكثر من عاشر للثانوية عدن النموذجية، جرعة أمل تساوي جرعة كيماوي، هو طبق خيري صالح لمرضى السرطان أطفال قسم أورام الدم. التجهيزات منذ أسبوعان جميع طاقم الثانوية ساهم فيها، كل طالبة وضعت لها أثر فيه، ونسأل الله أن يجعل هذه الجهود مباركة وأن يكون لنا أثر في هذا المجتمع. سعيدين اليوم بهذا الحفل الكريم الذي عملوه في ثانوية عدن النموذجية الطبق الخيري. نشجع طبعا في هذه الأمور التي يكون لها عائد كبير في عمل الخير بإذن الله. الطبق الخيري حظي بمشاركة جميع طالبات الثانوية، كما ساهمت المعلمات وأولياء أمور الطلبة والعاملين بالمدرسة بعمل عدد من الأطباق الخيرية. تابى طالبات الثانوية أن ينتهي العام الدراسي دون أن يضعن بصمة إنسانية، وها هي تتجلى اليوم بهذا الطبق الخيري مساهمة منهم في دعم مرضى السرطان. لقناة الغد المشرق عبدالله الكثيري عدن. والآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا. أصبحت كندا أول دولة تسمح باستخدام لقاح مضاد لكورونا يعتمد على النباتات، وهو اللقاح الذي أطلق عليه اسم ميديكاغو. وأكد الخبراء أن اللقاح كان فعالا بنسبة 71% في الوقاية من كوفيد 19. وتعمل شركة ميديكاغو ومقرها مدينة كيبيك على تطوير لقاحات نباتية ضد العديد من الأمراض الأخرى، وقد يساعد لقاح كوفيد 19 في تحفيز المزيد من الاهتمام بهذه الطريقة الجديدة للتصنيع الطبي. قال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة إن بطولة العالم للعبة والمقررة في مدينة تشينغدو الصينية هذا العام تأجلت من موعدها الأصلي بسبب تفشي سلالة أوميكرون من فيروس كورونا. وقال الاتحاد الدولي إنه في ظل استمرار تفشي أوميكرون وبعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لتنس الطاولة وسلطات المدينة اتفقت كافة الأطراف على أن إقامة البطولة في الخريف هو الخطوة الأفضل.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ أن الشركة تعمل على برنامج أبحاث للذكاء الاصطناعي يستهدف خلق عوالم افتراضية عبر أوامر صوتية. ويراهن مارك على أن ميتافيرس سيكون خليفة الإنترنت، وأن مشروع الشركة الذي يدعى كايروكي هو نموذج شبكي شامل لبناء وسائل مساعدة صوتية على الأجهزة. كما أعلنت ميتا أن فريقها البحثي بنى حاسوبا عملاقا جديدا للذكاء الصناعي يعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم عند اكتماله في منتصف عام 2022. نهاية النشرة. تذكيرا بأبرز العناوين: سفارة اليمن في بولندا تدعو اليمنيين لمغادرة أوكرانيا، وتحذيرات أممية من آثار إنسانية كارثية على اليمن جراء الحرب. لقاء لأبناء حضرموت يدرس الخطوات التصاعدية للهبة الحضرمية في سبيل انتزاع حقوق حضرموت. وبدعم من دولة الإمارات، المقاومة الوطنية تواصل العمل في مشروع إنارة شوارع المخا. للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.